اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن التشنجات الحراريه للاطفال. التشنجات الحراريه دي عباره عن تشنجات عصبيه بتحصل لما الطفل درجه حرارته تعلى، بتحصل في الاطفال من عمر 3 شهور لعمر 5 سنين. تعالوا نعرف ايه اسبابها وازاي نتعامل معاها، تابعونا. اهلا بيكم، معاكم الدكتور تامر، اخصائي البطنه العامه. لما نيجي نعرف التشنجات الحرارية بنقول إن دي تشنجات بتحصل بعد ارتفاع درجة حرارة جسم الطفل، بشرط عدم وجود مرض عصبي في الأساس عند الطفل، ما يكونش هو في الأساس عنده أصلا صرع أو عنده مشكلة تانية ونقول دي تشنجات حرارية. بالنسبة للأهل اللي هيلاحظوه على الطفل إن الطفل بدأ بعد ما جاله دور برد أو أي دور سخونية بدأ مثلا يفقد الوعي أو مثلا يتشنج، إيد واحدة أو رجل واحدة يلاقيها بتهتز بشكل جامد، ممكن يلاقي عينيه زي ما بيقولوا عينيه بتغرب او بتبص لفوق او بترتعش. الكلام ده بيحصل فالاهل طبعا بيترعبوا وبيجروا طبعا على المستشفى. احنا بنحب نطمنهم ان التشنجات الحراريه دي حاجه حميده ما فيهاش ضرر ان شاء الله. وازاي بقى نتعامل معاها؟ المفروض ان التشنجات الحراريه دي لما بتحصل بننيم الطفل في وضع الريكفري بوزيشن او وضع الاستشفاء اللي هو ده، عشان الطفل لو بدا يرجع وهو في حاله التشنج ما يحصلش ان الحاجة اللي بترجع دي تخش في مجرى التنفس فتسده او تعمل له التهاب رئوي بعد كده، فلازم يتحط في الوضع ده. كمان لو لابس حاجة ضيقة على رقبته مثلا كوفية او لابس حاجة على راسه اشيلها عشان ما يتخنقش بيها نتيجة التشنجات او نتيجة ان هي تتلف على ايده او على رقبته. كمان لو في اي حاجة صلبة جنبه نشيلها خالص عشان ممكن ما يأذيش نفسه. وكمان لو هو اصلا على حاجة عالية، سرير او ترابيزة او اي حاجة عالية، بننزله على الارض وبنسيبه في وضع الاستشفاء وبنحسب بسرعة ونشوف هو قاعد قد ايه في حالة التشنجات دي. المفروض ان احنا نستنى لحد 5 دقايق. 5 دقايق يسيب الواد يتشنج؟ ايوه المفروض، لان التشنجات الحرارية دي غالبا بتمشي لوحدها، غالبا لو انت سبته هيمشي لوحده. فانا بستنى ال5 دقايق بالظبط. ال5 دقايق عدوا، الطفل فاق وبدأ يرجع لوعيه وبقى كويس، خلاص لقيناه لسه مستمر في حالات التشنج، اطلع بيه فورا على المستشفى. هل اديله خافض حراره؟ طبعا ما احاولش اديله حاجه بالفم في الوقت ده لان هو بيبقى في حاله تشنج وممكن هو يشرق منها ويدخل على مجرى التنفس. كمان ما احاولش امسك الطفل، يعني الطفل مثلا قاوز ظهره افرده له انا، لا انا بسيب الطفل عادي خالص، لكن احاول اخليه في الوضع اللي قلنا عليه وخلاص. الولد لو التشنج بتاعه راح في خلال 5 دقائق ممكن يدخل في حاجه اسمها بوست اكتال ستيت، يعني بيبقى بعدها مدروخ شويه، ممكن نايم. طالما نايم وما فيش تشنج خلاص بيقعد في الوضع ده شويه وبعد كده يرجع يفوق ويرجع لطبيعته. بالنسبه للاطباء التشنجات الحراريه دي بنقسمها لجزئين، حاجه يا اما سيمبل يا اما كومبلكس. سيمبل او بسيطه او تقليديه دي اللي بتيجي لمعظم الاطفال، اللي هي ما بتوصلش ربع ساعه، اقل من ربع ساعه، واللي هي ما بترجعش او ترد تاني في خلال 24 ساعه، دي اسمها سيمبل ودي ما بتحتاجش حجز في المستشفى وما بتحتاجش فحوصات تانيه. وبقول للاهل برضو يعني معنى كده ان الطفل لو جاله تشنج حراري ما بنحتاجش نعمل له اي فحوصات تانية، طالما تشنج حراري تقليدي، تشنج حراري بسيط اللي هو ما قعدش ربع ساعة، اللي هو ما جالوش الصبح وجاله الظهر وجاله العصر، لا ده هو جاله مرة واحدة بس في خلال 24 ساعة، ده اسمه تشنج حراري بسيط ما بيحتاجش لا أشعة مقطعية ولا بذل نخاع ولا رسم مخ ولا بيحتاج اي فحوصات تانية، بيحتاج بس نعمل فحوصات للسبب، نشوف ايه اللي مسخن الطفل او نعالج السبب ونشوف ايه اللي مسخنه ونديله علاجه بانتظام وبشكل كويس. اما بقى النوع التاني من التشنجات الحرارية اللي هو المعقد، ده بقى اللي هو قعد ربع ساعة والطفل لسه بيتشنج، ده طبعا في المستشفى بياخد حاجات بقى مضادة للتشنجات، بياخد مثلا ديازيبام ريكتال لبوس يعني شرجي او انترانيزل او بكل، ده طبعا كل ده في المستشفى. او الطفل اللي هو جات له كذا مره في 24 ساعه، جات له اكتر من مره في 24 ساعه، ده طبعا بيتحجز وده طبعا بيبقى اخطر شويه والمفروض ندور وراه كمان ونشوف هل هي بس تشنجات حراريه ولا ممكن يكون كمان في مننجايتس، في التهاب سحائي او انكفاليتس او ابيليبسي او اي حاجه تانية. فالمعقده دي هي اللي بتحتاج تتحجز ونعمل لها فحوصات اكتر ونعرضها كمان على مخ واعصاب يبص عليها. لكن معظم اللي بيحصل في بيوتنا كلنا معظمه او عند الاهالي كلها دي تشنجات حراريه بسيطه، المفروض الاهل ما يترعبوش منها ولا حاجه ويبقوا هاديين ويحط الطفل زي ما قلنا في الوضع اللي قلنا عليه، وبعد كده لو قعد 5 دقايق بحالهم ولسه الولد مفكش بنوديه على المستشفى. طب ايه اللي بيزود حدوث التشنجات الحراريه؟ هم لقوا بصراحه ان هي بتزيد في العائلات شويه، بتمشي في العائلات، بمعنى ان لو طفل جاله تشنج حراري بيلاقوا ان اخوه هو كمان عرضة ان يحصل له تشنج حراري.
بيبقى ليها علاقة بالجينات شوية. كمان وجود ارتفاع درجة الحرارة نفسه بيزود الاحتمالات، عشان كده هو كتير في السن ده، من سن 3 شهور لسن 5 سنين، لأن السن ده بيحصل فيه دايما نزلات شعبية، بيحصل فيه التهاب في اللوز، التهاب في الأذن الوسطى، بيحصل فيه مشاكل كتير تعمل ارتفاع حرارة. كمان التطعيمات اللي وزارة الصحة بتديها يعني لقوا إنها ممكن تعمل تشنجات حرارية، من ضمن إن هي أحد الأسباب اللي بتعمل ارتفاع درجة حرارة، فده برضو طبيعي مفيش منه قلق خالص. في حاجتين بس حابب انبه عليهم، ان في حاجه اسمها البوست اكتال ستيت، ان الطفل اللي بعد ما بيحصل له التشنجات بيبقى مدروخ او نايم، وده حاجه طبيعيه ما تطلبش من الاطباء ان هم يقول لك فوقه، ما فيش حاجه اسمها فوقه، هو دي بوست اكتال ستيت هتاخد وقتها وتعدي. الحاجه الثانيه ان انا ما لقيتش اساس علمي لحته ان الطفل لما يجيله تشنجات حراريه نقلعه ملط ونحطه تحت الحنفيه حتى لو في الشتاء، لكن في مصر الكلام ده بيحصل، جايز ان دي من باب ان احنا بنخفض الحرارة فقط، لكن ما لقيتلهاش اساس علمي ان احنا لازم نعمل الكلام ده في حالة التشنجات الحرارية. كمان احب اطمن الاهل ان بعد سن 5 سنين التشنجات الحرارية دي غالبا ما بتجيش. وفي النهاية احب اشكركم، اشتركوا في القناة، اعمل لايك وشير، وشكرا لكم.